امبارح بدأنا الحلقة بالخبر طبعا الحزين الخاص برحيل قامة وقيمة فنية كبيرة، الفنان الراحل الفنان الكبير محمود ياسين. والنهاردة كان تشييع الجثمان وتم دفن الجثمان الراحل محمود ياسين في مقابر الأسرة بطريق الفيوم، وكان فيه الحقيقة عدد كبير من الفنانين والمحبين وأجيال مختلفة، يعني في منهم طبعا اللي اشتغل مع الفنان الراحل محمود ياسين، في الشباب الصغير، خاصة كمان ان الفنان محمود ياسين في الفترة الأخيرة قبل طبعا ثبت قبل مرضه على طول كان حريص ان هو يشارك في أعمال فنية مع جيل الشباب علشان برضو إثراء العمل الفني وتكامل وخبرة برضو تكون. يعني لما سمعنا الشهادات عن فناننا كبير محمود ياسين، الإخلاص في العمل، الدقة، التواضع، أول واحد موجود في اللوكيشن أو في مكان التصوير، قد إيه يعني العمل الجاد ده بيكون ليه ثماره، وعشان كده شفنا أعمال جادة وقيمة الحقيقة لفناننا الكبير محمود ياسين رحمة الله عليه. خلونا نتابع تقرير عن الجنازة اللي كانت النهاردة ونرجع لحضرتكم تاني. الحزن خيم على الوجوه والمكان النهاردة في وداع الفنان القدير محمود ياسين وأداء صلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط أهله ومحبيه وزملاء. الاهتمام من الجمهور المصري والعربي بوفاة الوالد، وبشكرهم على الدعم والمساندة ومشاعر الحزن الواضحة، والحمد لله ده مدعاة فخر بالنسبة لنا. نحن عارفين الأستاذ محمود يعني أدى دوره في الحياة بشكل طيب كفنان وكإنسان. يظل أكاديمية كبيرة يتعلم منها العديد والعديد من الطلاب، مش في مصر بس، في العالم العربي كله. فاكرة مولد يا دنيا إزاي كان ملتزم وإزاي كان بيشتغل وقتها فيلمين وكان بيجيلنا برضو، وقدي إيه كانت أيام حلوة. ربينا نحن على هذا الفن، ربينا على صوت محمود ياسين وعلى الأعمال القيمة اللي كان يقدمها، الأفلام المهمة اللي كونت هذا الزمن أصلاً. إحنا عشنا فترة كانت كلها منافسة، وكانت منافسة شريفة جداً، استمرينا مش أقل من 10 سنين في تنافس شديد إحنا الاثنين، ولا مع ذلك كنا أصدقاء وكنا بنتعاون، تعاملنا مع بعض في أفلام كتيرة، وفي أفلام كتيرة كنا بنتنافس فيها، لكن كانت منافسة شريفة وكانت صداقة عظيمة جدا واستمرت. هو أحد اللي جسده ملحمة الكبيرة بتاعت نصر أكتوبر وخلدها في ذاكرة التاريخ. من لا يعرف محمود ياسين شخصيا حزن عليه، فهو أخ وأب للجميع، فما بالك بعشرة عمره وأصدقائه وأهله. بقاء لله وربنا يغفر له، وكان إنسان محترم، وكلنا والعالم العربي كله حب الأستاذ محمود ياسين. نجم كبير وعلامة في تاريخ مصر كلها، وبعدين مصر الطيبة وأهلها وشعبها الطيب، كل البلد من واقفة حزينة عشان محمود ياسين. ولا ينسى كأخ وكصديق وكفنان محترم ملتزم من فناني الزمن الجميل الذي لا عوض. كان عفي اللسان، كان إنسان متفهم، كان إنسان متفادي، هو نجم مصر الأول رحمة الله عليه. بيفضل عايش بينا بفنه، لأن هو قدم فن عظيم هيفضل يعني فن خالد للأبد. يعني صعب تعويض محمود ياسين أوي، المستوى الإنساني طبعا أنا أفتقده جدا جدا جدا. عند المقابر ضاق المكان بالمحبين والمودعين اللي امتلأت عيونهم وقلوبهم بالحزن على فقد الفنان الكبير والإنسان النبيل اللي أثر بفنه وثقافته وأخلاقه وهيبته ووقاره في أجيال كثيرة من الفنانين والجماهير، تاركا إرثا وتاريخ طويل في السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة. ميرت السعداني، الحياة اليوم.